اهلا وسهلا بكم في قناه دي اس سي ديتكتور. سنلقي نظره اليوم على جهاز كشف الذهب والخرم سبار جولد نيجت. يعمل هذا الجهاز بنظام الكشف الاستشعاري بعيد المدى، وهو متخصص في البحث عن الذهب الخام تحت الارض فقط. يستطيع هذا الجهاز اختراق طبقات الارض لاعماق 10 متر والتحقق من وجود الاهداف المطلوب البحث عنها، ويصل ايضا الى مسافات بحث اماميه 200 متر لكل اتجاه، ويبحث عن الذهب الخام القطع الصغيرة والقطع الكبيرة والمتوسطة والقطع الصغيرة جدا. ويعمل الجهاز من خلال الواجهة الرئيسية، وهو سهل الاستخدام والتحكم. من هنا من زر تارجت أو الهدف نستطيع التحكم باختيار نوع الهدف، أما الدقيق أو الصغير أو الكبير أو الوسط. ومن ثم ننتقل إلى العمق، ويستطيع أن يبحث في 10 متر مع خاصية التحكم طبعا. ومن ثم ننتقل إلى المسافة المراد البحث ضمنها، وهي 200 متر كحد أقصى. وبعد ذلك نقوم بضغط زر سكان للبدء في العمل. طبعا بعد الانتهاء من إعدادات واجهة البحث الرئيسية، نقوم بمسك الجهاز بطريقة تكون مستقيمة، طبعا بعد فتح الانتينات. ومن ثم نقوم بتحريك الجهاز من 3 إلى 4 مرات بشكل بهذا الشكل. ومن ثم نقوم بتثبيت الجهاز مرة أخرى انتظار ما إذا كان يوجد أي إشارة في المحيط. طبعا يوجد عدة خطوات أخرى يجب على المنقب أو على الباحث تتبع الكتالوج أو فيديو الاستعمال، ولمشاهدة المزيد من المعلومات حول الجهاز أو لمعرفة طريقة الشراء يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني dstdetectors.com. وأهلا وسهلا بكم.